ايه شفنا السحور ايه النهارده؟ هعمل لكم النهارده طاجن فول بالبيض والطماطم مع جبنه براميلي بالطحينه والفلفل الاخضر، حاجه كده تسد معاكم لحد الفطار. حبيبنا شهر رمضان يعني 30 ليله بناكل فيهم فول وجبنه بالطماطم وبيض. انا واحد من الناس بحب الفول جدا، بحب نفس الاكل ده، بس انا بيجي عليا وقت وبزهق وخلاص مش قادر. طب ازاي ان انا اقدر اكمل بالسحور ده؟ عشان ده الحاجه الوحيده تقريبا مع شويه الزبادي اللي بيخليكم ما تجوعش تاني يوم. هلعب بحط احيانا نعناع، بغير نوعيه الزيت اللي بشتغل بيه، او بحط على الفول بتاعي بحط زيت زيتون بدل زيت عباد شمس او زيت الذره. ببدا اغير شويه في الايه، في المكونات بتاعتي. هعمل جبنه براميل النهارده ان شاء الله مع الطحينه وطماطم وفلفل ونعناع زيت زيتون. هعمل فول بالطماطم والثوم والبصل وعصير الليمون، وهنحط فيه بيض وندخله الفرن يبقى زي الطاجن كده. فنحاول نبتكر شويه ونغير الايه، الحاجه المألوفه اللي احنا بناكلها كل يوم. هنحط الطاسه على النار تسخن. الفول ده انا هعمله بزيت زيتون. هنزل الثوم بتاعي. مجرد ما الزيت بتاعي يبدا يسخن والثوم بتاعي يبدا ياخد لون شويه، هنزل البصل. انا هنا هحط نعناع على الفول ده، فانا هنزل شويه نعناع في الاول يطلع الريحه. هحط رشه ملح صغيره. هنبدا ننزل الطماطم بتاعتنا، ودول تقريبا طماطمتين انا مقطعهم كبار شويه علشان ما تتهريش مني وانا بسوي الفول. هدي رشه فلفل اسود صغيره، حوالي ربع معلقه شاي، واحده زيها كمون، وربع معلقه برضو ملح. هنزل الفول بتاعي، وده فول مدمس عادي في البيت، وبعدين بضربه في الخلاط عشان يبقى سهل شويه في الاكل بتاعه. اللي بيحب الفول الحب سيب الفول الحب زي ما هو ونزله على نفس الخلطه دي، هيديك نفس النتيجه اللي هتطلع دلوقتي. في ناس بتحب الفول بتاعها عليه ميه يعني خفيف، انا بحب الفول بتاعي تقيل كده وعامل زي البيست، فما بخفوش بميه. هوطي النار عادي جامد. عصير ليمون، نعناع تاني، كده الفول بتاعي جاهز متبل ومتظبط. هجيب الصينيه بتاعتي اللي دخلها الفرن، هعمل مكان لكل بيضه، هتبل البيضه بتاعتي بملح وفلفل اسود بس. المنظر ده هظبط الفرن بتاعي على 170. هحط الفول بالبيض فيه حوالي من 5 ل 7 دقائق او لحد ما البيض يستوي. في ناس بتحب البيض بتاعها بيسموه راني شويه او مش ناشف 100%، في ناس بتحبه مستوي للاخر. براحتك اعمل اللي انت عايزه. من 5 دقائق وابدا بعد كده تشكل البيضه او بص على البيضه لحد ما تستوي للدرجه اللي انت عايز توصل لها. هنبدا نعمل الجبنه بالطحينه بتاعتنا. هنبتدي بان احنا بنفضي الجبنه. انا بستخدم جبنه براميلي او جبنه اسطنبولي، الاثنين الملوحه فيهم عاليه، فبكسر الملوحه دي شويه بالطحينه. اللي ما بيحبش طحينه ممكن يستخدم زبادي، بس الريسبي دي انا بحبها جدا، كومبليشنز او التكوينه اللي انا بحطها فيها بتدي طعم حلو جدا. هحط عليها طحينه، هقلبها كويس جدا لحد ما تمتزج مع بعضها. بحط زيت زيتون
بعد ما خلطناها كويس كده هنبدا نزود عليها بابريكا. البابريكا بارده مش حاميه عشان الواحد مش عايز ياكل حاجه حاره في الصيام. شويه نعناع، طماطم متقطعه مكعبات صغيره، فلفل اخضر، هقلب كل ده تاني وبعدين هتبله بكمون بس امزجه الاول كويس. احط عليها كمون، الكمون بيبقى حلو بيهدي المعده ومريح. هقلب كويس. زيت زيتون، وعندي فلفل وطماطم ونعناع وزعتر متقطعين مكعبات صغيره، احط شويه على الوش زي رالش كده او حاجه تزود الطعم شويه. كده الجبنه والطماطم بتاعتنا خلصت، هنطلع الفول بتاعنا. جاهز ومستوي معانا. طبعا اكله زي دي ما تنفعش من غير عيش بلدي. الفول هو مسمار البطن، الواحد بيقضي شهر رمضان كله مسنود على اكله زي اكله الفول في السحور، هي اللي بتخلي الواحد يكمل ويبقى عنده طاقه. الضيوف وصلوا، السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.